الرحيم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أكرر بحضراتكم التحية والترحيب في هذه الصباحية مع تحديات ومنافسات الكبار في هذا اليوم الأحد الموافق 9 من شهر يناير لعام 2022، حيث أعلنت انطلاقة ثاني أشواط الإبكار الإجداع من مسافة 6 كيلومترات هي الحكاية والرواية لمساري وتحدي هذا الشوط. ضمن تحدياتي وانطلاقات هذا المهرجان، مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث أعلنت هذه الاندفاعة وهذه الانطلاقة بتواجد هذه الشعارات، بتواجد هذه الأسماء الحاضرة والباحثة عن النوماس وعن الانتصار الغالي والنفيس على أرضية هذا الميدان. انطلق متابعينا الكرام مع أول المحلقين مع تحدي ومسار هذا الشوط. أتابع المركز الأول، أتابع من يتقدم ويسير ويحضر بهذا العرض الممتاز. أتابع الظبي ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، من يتقدم ويقدم لنا الظبي مع المركز الأول. بينما الحضور متابعينا الكرام على ثاني الأسماء، أتابع القادمة في هذه اللحظات عمار ومحمد بن علي بن حمد الفهيدة المري، من يأتي مع المركز الثاني؟ من يقدم لنا عمار؟ من تأتي على ثاني التحديات؟ المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر القنوات الناقلة لهذا المهرجان الكبير، لهذا العرس التراثي المميز. أتابع القادمة والمنطلقة مع المركز الثالث، أوصلت متابعينا الكرام قيادة ومحمد بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري، أبناء دولة الإمارات حاضرين متواجدين منطلقين بهذا الشوط. المركز الرابع، أتابع مشاهدينا الكرام القادمة مع المركز الرابع، أوصلت وانطلقت سمعة وسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت، من يقدم لنا سمعة مع المركز الرابع؟ المركز الخامس، أتابع القادمة والمنطلقة والمتحدية على خامس الأسماء، أوصلت مخلفة وسعيد بن حمد بن محمد المحرمي، من يأتي مع المركز الخامس؟ من يقدم انطلاقة مخلفة؟ ولكن العودة، العودة إلى بن مرخان، إلى بن مرخان، من يتقدم وينطلق مع الظبي؟ محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، من يقدم لنا الظبي؟ الظبي من تنطلق مع مقدمة الشوط مع ثاني تحديات الإجداع في هذا الصباح؟ محمد بن سلطان بن مطر الاكتبي، من يقدم الظبي مع المركز الأول؟ أبناء دولة الإمارات، من يتواجدون؟ من ينطلقون؟ أتابع المركز الثاني مشاهدينا الكرام القادمة، أعمار ومحمد بن علي بن حمد الفهيدة المري، من يأتي مع المركز الثاني؟ من يقدم لنا أعمار؟ من يبحث عن الانتصار مع انطلاقة هذا الشوط مع سن الإجداع، سن الإبداع والإمتاع؟
أتابع المركز الثالث من تقدمت وانطلقت متابعين الكرام. أتابع مخلفة وسعيد بن حمد بن محمد المحرمي من يتقدم وياتي مع المركز الثالث. من بدا بالاقتراب، من بدا بالانطلاق بحثا عن الانتصار والنماس. المركز الرابع من القادمة، من الواصلة، اوصلت الصايلة الصايلة مع المركز الرابع، وسالم بن حمد بن سالم بن هدفة مع المركز الرابع. المركز الخامس من الحاضرة والمنطلقة، اوصلت ظل وعبد المحسن بن شافي بن عبد المحسن الجفن، من ياتي مع المركز الخامس. المركز السادس، اتابع مشاهدينا الكرام الوصول والانطلاق من الظبي وعلي بن صالح بن جابر الجابر المري، ولكن بن مرخان ما زال يسيطر، ما زال ينطلق بهذه العروض الكبيرة، بهذه الإطلالة المميزة مع مقدمة الشوط. الظبي 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 من تنطلق متابعينا الأعزاء مع انطلاقة هذا الشوط، من تندفع بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. ولكن المحرمي مخلفة مخلفة من غيرت مع المركز الأول، وأيضا أتابع القدوم والانطلاق. أوصل الظل وعبد المحسن بن شافي بن عبد المحسن الجفن، من يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع، أتابع شعار الفهيدة، من يقدم لنا أعمار محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. وأيضا أتابع شعار بن قنزول، من بدأ بالانطلاق، من يقدم لنا انطلاقة قيادة محمد بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري. ياهي شعارات، ياهي أسماء حاضرة ومنطلقة باحثة عن النماس، باحثة عن الانتصار في هذا المهرجان الغالي، في هذا الكرنفال المميز. ولكن مخلفة، مخلفة وظل، ظل ومخلفة وقيادة، والظبي والقادمة في هذه اللحظات. أتابع القدوم من وحيشة وبندر بن محمد بن زومان آل مرسان الهاجري، وصل الهاجري مع المركز الرابع. وأيضا أتابع القدوم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أوصلت الشاذلية سعد بن محمد بن سعد النابت المري. يا سلام على هذه الأسماء، على هذه الشعارات، هذه الكوكبة المميزة، هذه القوة الكبرى. من بدأت بالحضور، من بدأت بالتحدي، ياهي شعارات، ياهي أسماء مخلفة وقيادة، والقادمة الشاذلية. وأيضا أتابع الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من القادمة والمنطلقة، أوصلت شبح وبخيت بن محمد بن بخيت الجربوحي المري. ولكن بن قنزول، بن قنزول وظل، ظل 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 ظل. ولكن أتابع من القادمة، أوصلت الشاهينية، وصل مفلح بن حمود بن مطلق الحمري البلوي. أبناي تبوك، أبناي تبوك، أبناي تبوك، يا سلام يا سلام. أتابع الحضور متابعينا الكرام أيضا والانطلاق. أوصلت في هذه اللحظات، أوصلت مخلفة وسعيد بن حمد بن محمد المحرمي، مخلفة الهقاوي، مخلفة الهقاوي. انطلقت مخلفة بالنوماس وبالانتصار. المحرمي، المحرمي طار مع مخلفة، مخلفة مخلفة مخلفة، مخلفة النواميس، مخلفة الانتصارات. أوصلت في هذه اللحظات، أوصلت وهي
ليله، ولكن المحرمي المحرمي طار بالفوز وبالنماز الى ابناء دوله الامارات. سلام يا المحرمي، سلام سلام يا المحرمي، سلام. غادرت مقلبه، غادرت بالانتصار. سلام يا المحرمي، سلام سلام يا مالك مقلبه، سلام. من غادرت بنوماس الإذاع مع شوطنا الثاني في هذا الصباح. سلام يا المحرمي، سلام. سعيد بن حمد بن محمد المحرمي المركز الثاني. كان الوصول متابعينا الكرام مع شعار الموسى، من قدم لنا وهيله موسى بن عبد العزيز بن عبد الله. وصل متابعينا الكرام مع المركز الثاني موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى مع وهيل المركز الثالث. وصل متابعينا الكرام، نتابع مشاهدينا الكرام لحظة وصول مخلفة إلى خط النهاية. معنى الفوز والانتصار من مسافة 6 كيلومترات، سعيد بن حمد بن محمد بن 70 المحرمي، 9:48، 76 جزءا من الثانية. هكذا كان توقيت مخلفة. من قدمت العرض الكبير والممتاز المركز الثاني كان الوصول مع وهيلة موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى، 9:51، 70 جزءا من الثانية. المركز الثالث كان الوصول مع شبح وبخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري. من قدم شبح 9:52، 22 جزءا من الثانية. المركز الرابع كان الوصول مع شعار بندر بن محمد بن زومان آل مرسان الهاجري. من أتى مع المركز الرابع؟ من قدم متابعينا الكرام يحيشه 9:52، 16 جزءا من الثانية. إذا متابعينا الكرام تهانينا تهانينا والنوماس إلى مالك مخلفة سعيد بن حمد بن محمد بن 70 المحرمي، من قدم مخلفة مع ثاني أشواط الإبكار الإجذاع في هذا الصباح، منتزعة للانتصار والنوماس وتسجيل هذه النقطة الكبيرة والمميزة على أرضية هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. ومع تحديات الكبار، مع سن الإجذاع، مع سن الإبداع، تهانينا تهانينا إلى مالك مخلفة على انتزاع هذا النوماس. تهانينا تهانينا والنوماس.